وفي هذا الجانب أكدت سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى أن ميثاق العمل الوطني نتج عنه العديد من التشريعات بشأن المرأة البحرينية وتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي ساهم في تمكين وتقدم المرأة. الذي نفخر فيه أن ميثاق العمل الوطني تمثل تضمن نص نوعي متميز بأن تدعم يعني وضع نص إلزامي بأن تدعم الدولة التشريعات المساندة للمرأة، وبالفعل هذا ما تم من حيث صدرت عدد من التشريعات سواء في نطاق الأسرة، في نطاق العمل، في نطاق تقرير الحماية الجنائية والدعم في المجال التجاري. صاحبة طبعا نشأة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة سبيتة بنت إبراهيم آل خليفة، باعتبار أنه هو فعلا عمل المجلس على وضع خطة وأهداف استراتيجية بنى عليها تقدم وتمكين المرأة في كافة المجالات. فلقينا أعداد النساء قد تميزت سواء في المجال القضائي، البرلماني، السلك الدبلوماسي، كافة القطاعات.